أساساً مش دخلك في ذا المواضيع ذي؟ أنت الحين بالشين في موضوع زواجك اللي مال أمه داعي هذا، تقوم تدخل نفسك في مواضيع إنه وبيبيان ما تنصك. والله إنك صادق، والله إنك صادق. طول عمرك أنت تدربي براسك وحمار وما تدري وين الله حاطك فيه، بس اليوم الحقيقة اليوم قاعد تقول حكم. أعجبك في كل شيء إلا الزعل. أنا أقول حكم وقت الحكم، وأحياناً وقت الفراغ الواحد ممكن يعني يصير حمار بس عشان ما ينظرونه. يعني الحين أنت هقوك أني أنا يعني غلطت يوم صورت الفيديو؟ إلا صحيح أني حاسدك على الشهرة اللي أنت فيها الحين، بس أنت اخترت الموضوع الغلط. غلط؟ نعم غلط. أي نعم غلط. لا والله مو غلط. أما غلط لا والله مو غلط إلا صح، وكل الناس تتفق معي إن هذا الكلام اللي أنا قلته صح. هذا كول يا حبيبي، الحين المثليين مسيطرين على أم السوشيال ميديا وصاروا ألعم من الصهيونية والماسونية، ولو تقول فيهم كلمة واحدة انقلبت الدنيا كلها ضدك. لا 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 تراك أنت عاد يعني أنت تتكلم جد؟ والله طبعا أتكلم جد. أصبر شوي، يمكن يمنعونك من دخول أمريكا وأوروبا ويقفلون حسابك في السوشيال ميديا كله. يا حبيبي ايش فيك أنت؟ حبيبي وش قاعد تقول انت؟ تراك انت تبالغ، انت وسختها والله العظيم. لو اني ارهابي. انت الحين بالنسبه لهم ارهابي ورجعي ومال امك داعي في الحياه. هذا بحد ذاته ارهاب فكري. عاد انت ايش تبي فيهم؟ الباب اللي يجي منه ريح سده واستريحي وخيتس. كيف كيف اقول الباب اللي يجي منه ريح سده واستريح؟ لا ابي اللي قبله. الباب اللي يجي منه ريح سده واستريح يخيتس. يخيتس اقول لا يكون انت منهم. لا يا ابن الحلال، هم يسوون كذا ويقولون كذا. يلعن بليزس. قفز قفز اسحب ملفس. عاد تصدق والله انك تستاهل. وينك وينك يا دوق وين الامور؟ ولا زوجتك اللي طاحت علينا المكتب، ولا هالدليفري اللي جاء قبل امس تقول انه يعرفك. اوه تعالي ذكرتيني. دليفري تركي نسيته. وش انا لازم اكلم اخوي غريب يتكلم معه يقول الكلام هذا لا يطلع لا منه ولا من هذا ممكن يفضحنا. يا اخي لا تشغل بالك بذي الامور. وين حنا جالسين؟ مرتك ذي اللي شفتها انا في المكتب. والله والله لو تشوفني أمشي معك شوفه بعينها مو تسمع الكلام. والله ما تصدق. خل عنك بس. طبعا ما تصدق علشان تعرفين بس إني ثقة. ثقة؟ طبعا. لا علشان أعرف شكثر إنك نصاب وما يندر وش وراك. بس ها هالكلام ما يمشي مع لولو. ليش يا حبيبي ما يمشي على لولو؟ لأني لولو. هاي يعني وش زودك عن الحريم؟ والله طبعا وش زودك عن الحريم؟ خير إن شاء الله. أقول لك شغلة، خلينا نسوي لنا اتفاق. وش اتفاقك؟ أنت تصيرين رجال البيت في المكتب، وأنا أصير رجال البيت في البيت. دان 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 يدودو يدودو.